عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا يا شيخ وضعت من حوالي 15 يوم بالضبط بإذن الله، وربنا رزقني بالبنت الثالثة، ادعي لي ربنا يبارك لي فيهم ويجعلهم من حمل كتاب الله. والعقيقة عايز أسأل حضرتك يا شيخ، العقيقة لازم تكون في اليوم السابع أو في اليوم الواحد وعشرين ولا في أي وقت؟ السنة في اليوم السابع. طب إحنا ما عملناش في اليوم السابع، نعمل إمتى؟ قال بعض الفقهاء في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ولا دليل على ذلك، فإن فعلت في أي يوم لا حرج. ماشي، جزاك الله خير.